كيف نبني الثقة ويعلن رفع سعر المنتجات في الأجازة ما تطلعش تقوله في المؤتمر؟ حضرتك عشان أنا قادر أن أنا أطلع وأقول النهاردة ودلوقتي حالاً السعر هيزيد، لكن خد بال حضرتك إحنا ليه بناخده في يوم أجازة؟ لأن لما بزود السعر بأياً كانت القيمة لازم يحصل نوع من التنسيق والتفاوض مثلاً مع كل سائقي الميكروباصات والباصات ومواصلات النقل الجماعي على زيادة التعريفة هتبقى قد إيه. وبالتالي ليه أنا الحكمة في اختيار اليوم اللي بيبقى أجازة؟ علشان بيبقى ده المواطن قاعد في بيته، حجم النزول في الشارع بيبقى قليل، فبيبدأ التواصل والتفاوض مع هذه النوعية من السائقين على هنزود قد إيه. طب أنت كنت بتاخد في المشوار 7 جنيه، لما هزود 1.5 جنيه في السولار المفروض الزيادة دي تبقى قد إيه؟ عشان لأن لو ما عملتش الكلام ده وسبت الموضوع، طب افرض في ساعتها على طول راح جاي سائق الميكروباص والراجل بيركب من غير أي حاجة كده، والمواطن فجأة، هو المواطن في الشارع، رئيس الوزراء طلع وقال السعر زاد، سائق الميكروباص وهو مركب الناس، طيب يا جماعة احنا بدل ما هتدفعوا 7 جنيه هتدفعوا 10، هيحصل ايه في الشارع؟ حركهم قلولي هيحصل ايه في الشارع؟ المواطن هيعمل ايه؟ هينزل يتخانق مع الراجل، لانه كل واحد بقى من دماغه قرر ان هو يزود برقم معين. فبيبقى هناك اليات معينه لازم انا اخدها عشان اضمن بيها انتظام وعدم حصول اي قلاقل في الموضوع. هل نمع لحضرتك علم بحصلت اي مشكله او خناقات لما زودنا؟ ليه؟ لان الكل اللي عملناه هذا الشكل، عملنا التنسيقات، اتفقت كل محافظ مع الروابط اللي موجوده اتفقوا على التسعيرات سواء النقل الداخلي او النقل ما بين المحافظات. حاجات كثيرة جداً بتتعمل علشان نضمن إن المواطن لما يصحى ويركب العربية ما يحصلش فيها مشكلة. دي شيء مهم جداً 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 إن إحنا نضمن فيه إنه يحصل من غير أي قلق. لكن ما هو سهل جداً إن أنا أقول النهاردة أروح طالع وأقول هذا الكلام، طب هيحصل إيه بعدها بدقيقة، بعد ساعة؟ فبيبقى ده لازم محتاج له تحضير في وقت معين. ممكن أخده في يوم عمل عادي، لكن المشكلة زي ما بقول لحضرتك أنا محتاج في وقت ما بيبقاش فيه كثافات في الشارع عشان ما أعملش قلق وأقلل بقدر الإمكان أي نوع من الخلاف اللي وارد اللي يحصل ما بين مقدم خدمة ومتلقي خدمة. فبيبقى حاجة زي كده لازم إن إحنا نعلنها بطريقة معينة في توقيت معين وعمل لها تنسيقات وحاولها لحضرتك بمنتهى الشفافية. ما أقدرش أعلنها بصورة مسبقة أقول مثلاً بكرة يا جماعة السعر هيبقى كذا، عارفين إيه اللي هيحصل؟ تخزين. يعني أنا أبقى عارف كمواطن أو أنا حد إن السعر هيحصل بعد يوم ولا حاجة هتزيد السلعة وحسكت، ده هلاقي حضرتك يعني أنا آسف ممارسات لا حد لها ولا تخيل لها إيه اللي ممكن يحصل. فحاجة زي كده بيبقى قرار لازم إن أنا أخده بطريقة معينة وبموائمة معينة. إحنا قلنا إن إحنا هنزود، لكن الزيادة نفسها بتبقى كل زيادة هتفرق. يعني لما أزود النهاردة 1.5 جنيه غير لما حاجة أطلع بعد كده أزود 1 جنيه أو أزود 75 قرش، بتبقى لها أرقام ومعادلات بتتحسب. فعشان كده بس أنا ده اللي أنا بقوله، ليه دايما بيتقول أنت الحكومة بتنكد علينا دايما في الأجازات؟ مش هو ده اللي بيتقال؟ بتستنى الأجازة فين وعشان تروح طلع علينا بالحكاية؟ أدي الهدف من الموضوع إن أنا أخده في يوم المواطن قاعد في البيت، فيبقى المواطن بنحصل التنسيقات في الشارع الأول مع مقدم الخدمة عشان المواطن لما ينزل يبقى الحاجة المعروفة ما يحصلش فيها مشكلة. هو ده بيبقى هدف الموضوع، ليه دايما بناخده في فترة أجازة؟ علشان أولا المواطن هو عارف، يبقى خلاص عارف الخبر وعرف الزيادة حصلت قد إيه، وبالتالي وهو نازل المشوار بتاعه عرف إن الزيادة بقت قد إيه. فكل محافظة بتروح معلنة تعريفة السلعة، السعر بقت كام، الخدمات، المشوار بقى قد ايه، فالمواطن عامل حسابه في جيبه بالمبلغ بدل ما يحصل اي مشكلة في هذا الشأن. اللي عايز أكد حضرتك استبعاد الطبقة المتوسطة او محدودة الدخل، تاني انا بأكد تحريك بيحصل زيادة، بس هي الزيادة بتحصل بقد ايه من القيمة الحقيقية اللي المفروض ما بتحصل فيها الزيادة؟ وده اللي انا عمال اقوله. انا لما بطلع يعني الفرق النهاردة في سعر السولار أنا بقولها لحضرتك ما بين 10 ل 20، يعني 100%. يعني المفروض نظرياً لو أنا بقى بحمل كل حاجة للمواطن، ودول كتيرة جداً بتعمل هذه الموضوعات ودول فقيرة مش دول غنية،
اللي هي هنرجع للإرث اللي حضرتك قلته. في دول كثيرة جدا فقيرة ومفيش أصلا منظومة دعم، كل زيادة بتحصل تحمل على المواطن. لكن إحنا كدولة نعي تبعات هذا الموضوع، فحتى لما بطلع بزيادة أنا طالع المفروض أزود 100%، أنا طلعت 15%، أنا مزودتش 100%، وكل ده عشان برضو عيني على تبعات هذا الموضوع على المواطن البسيط ومواطن الأسرة المتوسطة. في تحمل، أنا عارف إن في تحمل، أنا ما بنكرش إن في يعني مشكلة في هذا الموضوع، لكن المشكلة إن إحنا كمان كحكومة مدى قدرتنا على تحمل هذا العبء لوحدنا. يا جماعة أرجو دايما يبقى إحنا عندنا ده جزء من الإرث، إن دايما ويمكن سيادة الرئيس كان قالها في وقت من الأوقات، دايما عندنا ثقافة الحكومة والقيادة في جانب، أكن كان الحكومة في جانب والمواطن في جانب تاني. إحنا في الآخر حاجة واحدة، إحنا حاجة واحدة، وإحنا يعني ربنا حطتنا يعني ربنا قدر إن مجموعة تبقى متولية اتخاذ الإجراءات أو بتدير المنظومة، لكن في الآخر إحنا جزء من هذا الشعب. وتاني أنا بقول لحضراتكم، آخر شيء يحب رئيس وزراء إن هو ياخده كقرار، إنه ياخد قرار يعني غير شعباوي زي ما بيتقال بقى في السياسة، إن أنا أزود سعر. يعني أنا ده آخر قرار ممكن أكون حابب إن أنا أخده، لكن في الآخر أنا مش أنا يعني الدولة كلها بتبقى مؤمنة على إدارة مقدراتها ومواردها. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم، ما هو نقدر نزود، أقدر أثبت كل حاجة وأخد الباقي، الفرق ده كله أخده بدين، صح ولا أنا غلطان؟ ما هو هجيب من ما هو هزود، هتقولي لا زود مواردك بطريقة غير تقليدية، إحنا بنزود موارد وبتصارع، وأوري لحضراتكم وده بيتقال واتقال في وقت من الأوقات، الحكومة السابقة دي ما وراهاش حاجة غير تحط إيدها في جيب المواطن، بينما إحنا بنحاول مع موضوع توازنات وبنزود مواردنا، نيجي نجيب نعظم من بلاش يتقال لنا بلاش الضرائب والرسوم، شوفوا موارد أخرى، نبدأ نبص على مواردنا وأصولنا الغير مستغلة واطرحها وأجيب بها مبالغ، يتقال لنا أنتوا بتبيعوا الدولة. أنا بدي بس لحضراتكم إيه اللي يعني المواضيع بتمشي إزاي. أنا عيني أزود مواردي وأبعد بقدر الإمكان على أحمل المواطن الأعباء، وأحاول بقدر الإمكان أقلل تحمله للأعباء، لكن غصب عني في الآخر ما هو لو فضل الكلام بهذا الشكل زي ما حصل، ابتدت فاتورة الدين بتزيد، وابتدت قدراتي على استدامة إدارة المنظومة بقت صعبة جدا، في ظل أنا مش ضامن الموضوع اللي إحنا فيه ده النهاردة هيفضل مستمر ولا لأ. يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، لو رجعت بكرة قناة السويس لزي ما هي إيراداتها، يعني معناها إن بقى في 500 مليون دولار شهريا رجعوا لي، حلوا لي مشاكل كثيرة جدا جدا جدا، أنا النهاردة يعني مطالب إن أنا أدبرها. هو مش يتقال حضرتك ما تاخدوا فلوس شوية من فلوس رأس الحكمة دي وحلوا بيها مشكلة الكهرباء؟ طب ما هي فلوس رأس الحكمة دي استخدمت في زيادة جزء منها، مش كلها، في زيادة الاحتياطي وتقليل الدين وحل مشكلة الأصول الأجنبية بتاعت البنوك المصرية اللي كانت مكشوفة برة، مش كل ده استخدم؟ نعم، وتوفير البضائع والإفراج عن البضائع، كل ده استخدم عشان أحل بيها مشاكل كانت خنق الدولة المصرية. طب النهاردة لو النهاردة ابتديت بقى كمان أستغل الكلام ده أروح أشتري بيه إلى ما لا نهاية، وأفضل الدعم بتاع المحروقات إلى ما لا نهاية، ألاقي الفلوس دي لو استمرت الأزمة اللي موجودة في خلال فترة راحت فين؟ فأنا النهاردة بحط السيناريو، أنا آسف أقولها، أنا حطت السيناريو الأسوأ، وحطت سيناريو مع السيد وزير المالية والمجموعة الاقتصادية، طب لو فضلت قناة السويس بالمنظر ده سنة كمان، لازم نحط السيناريو ده عشان نتعامل بيه. طب ما هو لو النهاردة الفلوس دي رجعت إلى ما كانت عليه، أنا ما بطلبش حاجة استثنائية، ترجع زي ما كانت فقط، تتحلل المنطقة والأمور ترجع زي ما كانت، هتفرق معايا أنا كدولة قد إيه؟ 6 مليار دولار، من 6 ل 7 مليار دولار في سنة يحلوا لي مشكلة قد إيه دول؟ أنا بدي لحضراتكم إحنا بنتعامل مع تحديات عاملة إزاي؟ طب لا قدر الله لو الأمور بقى، أنا آسف أقول يعني الأمور زادت سوءاً والموضوع تحول إلى حرب شاملة في المنطقة، وده يعني حدش عارف، وحتى 300 مليون دول
كمان قالوا اكتر من كده اللي هما بيقولي هنعمل ايه في دولة مطلوب ليها موارد كل شهر، استورد قمح للاكل، استورد بترول، استورد ادوية ومواد خام والكلام ده كله، هنعمل ايه؟ عشان كده احنا بقدر الامكان بنحافظ على توازن اللي حضرتك قلته، ان انا بحافظ على الاحتياطيات اللي عندي الاستراتيجية، لان انا مش عارف بكرة فيه. ده شيء مهم جدا، وده جزء من التوازن، لان انا مش عارف، انا مش بشتغل في اوضاع مستقرة يا جماعة، مش بشتغل في اوضاع مستقرة. احنا كل يوم في مشكلة عالمية بتؤثر علينا، فلازم ان انا ابقى بتعامل مع هذا الموضوع بهذا الشكل بمنتهى الحكمة. فدي انا حابب ان انا اكد عليها. انا باكد على حضرتك بتقول، بنقول كيف نشجع الاستثمار في سيادة القانون واحترام الحريات الاقتصادية واحترام العقود. انا باكد لحضرتك احنا بنشتغل على هذا الموضوع، واحنا كدولة بنحترم العقود اللي احنا بنعملها، وفي النهاردة تفعيل اكبر لموضوع حماية المنافسة، وان يبقى في حياد تنافسي، وان مفيش تغول من اي اجهزة في الدولة. اذا كان ده اللي قصده حضرتك على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص، ده اللي احنا بنشتغل عليه. انا بقولها بمنتهى الشفافية، ده دورنا وده شغلنا في هذا الموضوع.